ما نوصلوا للعرس نتاعك انت وعواطف انت مقتنع انه البنيه هذه بنت اصل وبنت عائله وشريفه والا لا؟ بالطبيعه بالطبيعه مقتنع. هذا متفقين فيه. اي متفقين فيه. هذا متفقين فيه. به به به. فما حاجه اشكال اللي ينجم يصير الاشكال هذا اللي هو هاو باش نفهمك. انت من حقك وانك تشك تفهم فيا. احنا عندنا عاده في تونس وحتى في بعض البلدان العربيه وفي بعض الاماكن في تونس معناتها في بعض المناطق فما عاده قديمه قاعده اللي هي عاده السوريه هذه. يلزم السوريه هذه بعد ليله الدخله تخرج السوريه هذه وهي اللي تثبت معناتها عفة وعفة المرأة وشرف المرأة. هذا موجود. أي موجود موجود. كان نحكيه واسمعني نحكيه بصفة عام. وبعد توجيه للحالة متاعكم الزوز. فما حالات اللي ما همش شوي وما همش شاذين برشا خاطر احنا توجهنا للطبيب وسألناه على الحكاية هذه قارة وفما برشا حالات تنجم تصير متواجدة اللي المرأة تنجم يكون عندها غشاء بكارة مطاطي أو خاص. إيش معناتها خاص؟ معناتها ينجم تقبل علاقة جنسية من غير ما يقع افتضاض غشاء البكارة ولا يصير أثر. يعني ما نجموش خرجوا السوري عاوجينا هالشي. هاي فهمتك. باهي فهمتني تو؟ باهي أنا تو مقتنع والنجم نفهم وأنه انت باش يدخلوا معناتها دخلوا لك شويه شكوك وهذه حاجه ليجيتيم شرعيه معناتها تشك الله غالب سبحان الله سبحان الله شنو هكا ولا من حقك هذا تبقى سيدي انتوما مشيتوا من الاول لطبيب خاص هكا ولا طبا. اي الطبيب الاولاني هو طبيب خاص اي طبيب ولا الطبيب الخاص هذا خاطر انا عندي التقارير ها هم هم قدام نتاع الطبيب الخاص ومتاع طبيب الصحة العمومية. الطبيب الخاص كاتب ثلاثة أسطرة بالورقة والستيل تفهم فيها؟ ما هوش تقرير متاع طب شرعي مخدوم على قاعدة. أما تقرير الطب الشرعي اللي هو طبيب الصحة العمومية مكتوب بصفة مفصلة ومدققة وظهر لعامل ليزاناليزي الكل معناتها فهمت والفحوصات كلها وشاف بالتدقيق الوضعية شنية بالضبط معناتها. أنت سي عمر يذر لي ما تنجمش تشكك في مصداقية طبيب شرعي تابع لوزارة الصحة العمومية وتقول مخو رشوة مثلا ولا حاجة ولا حاجة ولا لا حاجة لا ما شككتش هكا ولا يستحيل باش شككت في طبيب يستحيل احنا توا من غير ما ندخلوا في التفاصيل انا باش نقرا لك الخاتمة فقط التفاصيل هم عندي انا ما باش نقرا لك الخاتمة ايش تقول يا سيدي الخاتمة تقرير في الطب الشرعي راهو باش نقول لك كان تقريبا أربع نقاط ثلاثة ولا أربع نقاط ايش يقول غشاء البكرة يحمل عدة سلمات اشانكرور خلقيه ايمان بوليفرانجي هكا كومبليزون يمكن ان تسمح لاتصال جنسي بالعلاج الفرجي دون تمزق. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه غشاء البكاره لا يحمل تمزقات حديثه او قديمه. النقطه الثالثه لا وجود لعلامات ظاهره للتعود على الاتصال الجنسي بالعلاج. والنقطة الرابعة لا وجود لأثار ظاهرة لعنف جسدي. هذا تقرير الطب الشرعي. هذا تقرير الطب الشرعي سيدي حتى تبدأ الأمور واضحة. واضح ولا مش واضح؟ واضح واضح واضح. أنا نحب نفهم علاش التقرير هذايا ما قنعكش ولا قنعك؟ لا يعني مقتنع مقتنع يعني وياها مقتنع يعني اللي شفته انا يعني مقتنع بيه اني مقتنع بيه. شنو اللي شفته بالنسبه لي انا مقتنع اللي البنيه هذه نظيفه وشريفه؟ لا ما لقيتش ما تهنيتش بها. طلبت هي يعني سامحني اي سامحني ليه لي طبيب الشرعي طبيب شرعي يعني مش شك فيه وحتى اني مشيت لزوز طب مشيت انا وياها ما مشيت قلت لي ما تهنيتش بها. هي يعني ما سارتش الكاي كنت تحكي فيها انت ما سارتش لا انا راه فسرت. لا هذا تفسير الطبيب الشرعي يا اخي الاخر مش طبيبه